زي الموضوع اللي جاي. اصل الاهلي الحاج عامر حسين بيجامله. الحاج عامر بيعمل له الدوري عشان ياخده، بيفصل له الجدول عشان ياخده. مش بيتقال كده؟ بيتقال ولا ما بيتقالش؟ طيب خليني اقول لحضراتكم ان بدايه الموسم المحلي كان يوم 31 يوليو الماضي. الاهلي لعب كم ماتش من 31 يوليو الماضي لغايه دلوقتي؟ 54 مباراه في دوري، بطوله افريقيه، بطوله عربيه. عارفين ال 54 مباراه دول منهم كم مباراه خارجيه بره مصر؟ يعني فيهم سفر ومروح ومجي ونوم وصحيان وكذا وكذا وكذا. 11 مباراه من ال 54 خارج مصر. الحاج عامر حسين بيجامل النادي الاهلي، بيجامله. هثبت لكم كمان، هكمل لكم، خلوني اكمل لكم الارقام، مش انا، مش كلامي برضو، دي الارقام بتقول ايه. وبالمناسبه الارقام دي خارجه من اتحاد الكوره، مصدر موثوق، احنا اجتهدنا وجبناها برضو عادي. انا الحاجه اللي بنعملها ان احنا بنجتهد وبنجيب هذه الارقام. طيب مين المنافس للنادي الاهلي؟ نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك اللي هو في المركز الثاني يعني، لعب كم مباراه؟ نادي الزمالك لعب كم مباراه من يوم 31 يوليو لغايه دلوقتي؟ نادي الزمالك لعب 48 مباراه والنادي الاهلي لعب 54. يبقى الحاج عامر بيجامل الاهلي. طب نكمل بقى بقيه المجاملات. يعني نادي الزمالك لعب اقل بست مباريات من النادي الاهلي. طيب كم ماتش خارج مصر؟ 8. النادي الاهلي كام؟ 11. بس بيجامل برضو الحاج عامر، بيجامل بقى. ما الحاج عامر بقى بطل مجامله للنادي الاهلي بقى يا اخي. الارقام دي يعني، ما اصل الارقام دي مش كده يعني، الارقام دي مش مظبوطه. ده الحاج عامر اجل المؤجل وبيجامل النادي الاهلي برضو. يعني الحاج عامر اجل المؤجل، يعني في مباراه اتاجلت بقت يوم كذا، جه يوم كذا اتاجلت تاني، تخيلوا. والنادي الاهلي اللي بيتجامل، النادي الاهلي بيتجامل. كويس ادينا عملنا لكم فوازير رمضان، مفيش فوازير السنه دي في اي قناه، فاحنا بنعمل الفوازير. ف يعني حبيت بس ان انا اتكلم مع حضراتكم في الثلاث اربع مواضيع. يعني في مواضيع كتيره جدا ممكن نتكلم معاكم فيها، ولكن الحقيقه عندنا ضيوف وعندنا هنكمل بقى مع حضراتكم. لكن ليه دايما بتحبوا تطلعوا النادي الاهلي؟ طيب النهارده